جاء في المذكرة الوزارية الخاصة بتنظيم الحركة الانتقالية أنه يمكن لكل إطار نظامي للأكاديميات والتربية والتكوين راغب في المشاركة في هذه الحركة قصد الالتحاق بالزوج الذي يشتغل خارج الجهة التي يعمل بها أن يطلب 10 مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى هذه الجهة الأصلية أو إلى جهات أخرى أو إليهما معا. يعني أن أساتذة أو أطر الأكاديميات اللي عندهم التحاق يعني اللي متزوجين وعندهم مثلا الزوج ديالو خارج الجهة اللي كيشتغل فيها يمكن يطلب الالتحاق للزوج ديالو في هذه الجهة أو في الجهة اللي كاين فيها، يعني خارج الأكاديمية اللي تعين فيها، يعني يقدر يستافد من الحركة الوطنية. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.